المكان الكئيب ده؟ ما احنا داخلين بيت سفاح، هو احنا داخلين بيت سهور البابلي؟ الفيديو ده يتشال فورا. طب ما ننزل اعتذار في السي ان ان احسن. حسبي تحليلك ايه على جرائم سفاح المترو؟ انا عندي حوار بكره مع جهه بس في علم الاجرام، وده بقى اللي هيجيب التايهه. صحفي الشاطر ما يستناش الخبر لما يجيله. امال يعمل ايه؟ يقفز على الخبر. لا امسك نفسك كده وانا بنط مع خالتي. في صوت ميه بتنقط. طبعا اذنكم انا. على فين؟ هجيب سباك وهاجي. يا سادة، احنا قدام سفاح شايف نفسه في أحد بنوتردام. لو سمحت، لو عايزين جثة عشان خاطر تشرحوها، في جثة هناك. فريش فريش يا عم، احنا هناكلها. انت هتحطني في شنطه العربيه؟ هم الصفحين بيعملوا كده. موتي. ممكن بقى اتشرف بمعرفتك؟ انا اسمي احمد نوتردام.